قبل الفاصل كنت بتكلمني عن الانسحابات، والناس كلها يمكن قالت ان الزمالك هو الجانب اللي بينسحب من المباريات، فعايزينك تقول لنا بقى الجانب الاخر بينسحب من امتى. قلت لي البدايه من سنة 30 ودي قلناها خلاص. معاك الميكروفون. عندك سنة 55 نادي الزمالك كان متصدر البطولة قبل نهاية الدوري بثلاث أسابيع ب4 نقط. والنادي الأهلي كان بيلعب التروم، والتروم كان كسبان 3-1. النادي الأهلي انسحب. تتوقع كده إيه اللي ممكن يكون حصل؟ يعني إيه رد الفعل؟ الطبيعي. أنا عايزك تقول اللي حصل عشان الناس مش عارفة. ما أنا بقول عايزك تتوقع كده معايا. ما طب مش مفيش في الحتة دي ما فيهاش توقع. إلغي الدوري. أصلاً. إلغي الدوري. من بابه. من بابه. أنت عايز الزمالك ياخد الدوري؟ مثلاً. إلغيه. ماشي. سنة 66 نفس القصة برضه، نادي الزمالك بيلعب النادي الأهلي، ونادي نادي الزمالك كسبان 2-0، والنادي الأهلي انسحب ومفيش أي عقوبة. هما الثلاث نقط بتوع الماتش وشكرا. حلو. سنة 71 ودي قصة حلوة بقى. بس اللي فاتت دي عشان ساعتها ممكن ما يكونش كان في لوائح. ماشي. بس نمشيها. حصل انسحاب. هنمشيها انسحاب بس. حصل انسحاب. أيوه بالظبط. انسحاب بس. عشان أنا عارف بس في ناس بيتفرجوا علينا، خلي بالك مش الزملكاوية بس. أوكي تمام. أه لا أنا عارف. الكلام ده وإيه؟ عندك سنة 71 والمباراة دي كانت السبب ان مباراة الديربي تتنقل لاستاد القاهرة، بدل ما كانت بتتلعب في مخ في حلم زمورة وتيتش بقت تتلعب في استاد القاهرة. سنة 71 ان الزمالك بيلعب الاهلي، في ونادي الزمالك جاب الجون الثاني كابتن فاروق جعفر، فالحارس المرمى مروان الكنفاني بتاع النادي الاهلي خلى الجمهور ينزل الملعب، والجمهور عمل شغب، ولاعيبة النادي الاهلي عملت شغب، والجمهور ولع نار في الملعب. ايه اللي حصل؟ الغي الدوري. كان موقف نادي الزمالك ايه في البطوله دي؟ ايه؟ كان نادي الزمالك لا مش فاكر كسبان يعني في الزمالك كان كسبان في المباراه 2-1. حلو. الطبيعي الغي المباراه عقوبة على اللعيبه اللي عملت شغب وان هي خلت الجمهور ينزل، الجانب الماتش بتاع الجماهير 2-0 لنادي الزمالك كان سحاب، يبقى في بقى عقوبات. لا الغي الدوري. ماشي. اللي بعده. تمام. عندك سنه 83 قدام الترسانه، النادي الاهلي ما راحش الماتش وما تعاقبش، بل بالعكس المباراة اتعادت. سنة 88 قدام المحلة نفس القصة. سنة 88 بقى اتحاد الكورة اتحل برئاسة أستاذ حسن عبدون بقرار من الدكتور عبد الأحد جمال الدين، ورفض كابتن حسين مدكور لو كان لعيب النادي الأهلي في الخمسينات وكان عضو اتحاد كورة، رفض يتوقع عقوبات على النادي الأهلي، ورفض ان هو يستكمل المسابقه اصلا، وتم الغاء المسابقه كلها. دي 88. 88. ده بطوله الدوري. ماشي. اتلغت المسابقه. حلو. 89 قصاد المقاولين النادي الاهلي ما راحش الماتش، والمباراه اتعادت وفاز النادي الاهلي برضه. 2002 نادي الزمالك انسحب. دي اللي فاتت دي ايه؟ انهي؟ المقاولين. المقاولين. سنه 89 النادي الاهلي ما راحش الماتش. كالعادة اتحاد الكورة وقف في صف النادي الأهلي والمباراة اتعادت. حلو. مش هقول لك بقى، لا اتعادت. اتعادت. تمام؟ بس الحمد لله ما لغوش الدوري. كان عندهم قلب المرة دي. بص احنا وصلنا لمرحلة ان الحمد لله ان الدوري ما اتلغوش. مثلا. ماشي اللي بعد. سنة 2002 كان في ماتش، كانت أول بطولة سوبر ما بين نادي الزمالك ومفروض النادي الأهلي. حلو. النادي الأهلي قرر ان هو ما يجيش الماتش وهينسحب ومش هيلعب. تمام؟ 2003 في البطولة العربية. ساعتها شارك المحلة. المحلة وزمالك كسب 2-1. بلدية المحلة ولا غزل المحلة تقريبا؟ غزل المحلة. ساعتها غزل المحلة. غزل المحلة. كابتن عبد الحليم حط واحدة في سقف الجون. لا وهو اللي أنت بتقول عليها دي كان في ماتش بلدية المحلة نهائي الكاس. نهائي الكاس. كانت آخر سنة. فاكر كابتن عبد الحليم كان بلدية لكن المحلة. السوبر مش فاكر مين اللي جاب الجون الأول، بس اللي جاب الجون الثاني كابتن حازم. لما خدها بيمين وراح شايط بشمال. لا أنا كده افتكرت. الصورة الذهنية بتاعتي. عندك سنة 2003 في البطولة العربية. النادي الاهلي برضه كان بيلعب وكان عايز يأيد الصفقات الجديده عشان هيلاعب نادي الزمالك، على الرغم ان قبلها بكام يوم كان بيلعب نادي الهلال وما طالبش ان هو يأيد صفقات او حاجه، بس عشان هيلاعب نادي الزمالك طلب، ونادي الزمالك كان قوي ساعتها في الفتره دي، طلب ان هو يأيد صفقاته الجديده. بس طبعا الاتحاد العربي ما وافقش، انت بدأت البطوله بسيستم لازم تنهيها بنفس السيستم، فالنادي الاهلي انسحب من البطوله العربيه. بالظبط. عندك 2012 نادي الاهلي في بطوله الكاس هدد ان هو ما يلعبش بسبب ازمه في الرعاية. ايه اللي حصل؟ لعب طبعا، لان كده كده اتحاد الكره وافق على طلباته. 2014 قبل انطلاق الدوره الرباعيه نفس الازمه بتاعت الرعاة ونفس
اللي حصل قبلها بسنه او بسنتين هو اللي حصل. اتحاد الكوره رضخ لطلبات النادي الاهلي واللي النادي الاهلي عايزه هو اللي حصل والنادي الاهلي لعب. كان في برضه قبل ماتش الاهلي والاسيوطي، كان لسه الاسيوطي في الاسبوع السادس، الاهلي قرر في بيان رسمي ان هو هينسحب بسبب نقل الماتش من بني سويف لملعب اسيوط، بس الاهلي في الاخر تراجع ولعب. عندك في 2014 برضو كان طالب في الكونفدراليه ان هو يلعب بجمهور بس في الاخر تراجع ولعب. تمام. عندك في 2015 برضو كان في ماتش اهلي وزمالك ديربي، الماتش المفروض كان هيتلعب في الجونه، النادي الاهلي رفض، بس في الاخر اتلعب في برج العرب. عندك في 2019 ودي القصه الاشهر، لما كان نفس الموقف مشابه وطلع علينا احد الاعلاميين الكبار جدا اللي هو المفروض رائد الاعلام الرياضي في مصر، طلع وكان شايف ساعتها طلبات النادي الاهلي طبيعيه ومفيش حد بيزعل من النظام، لكن حاليا ان لازم اللائحه تتطبق ولازم العقوبات تبقى غليظه، وبدل ما هي 50 و100 و200 تبقى 500 ومليون. ده عشان نادي الزمالك هو نادي اللي الزمالك بيطلب، فيبقى فيه عقوبات. بالظبط. 2019 دي 2019 دي 2019 بالظبط. ساعتها كان النادي الاهلي هو اللي نفس الموقف مشابه تقريبا، هو اللي مش موافق، كانش عاوز كان في مؤجلات برضو وحاجه شبه كده. انا استوقفني مش اللي حصل، انا اللي استوقفني يعني المفروض دي كوبايه مثلا وكوبايه زيها هنا، فطبيعي لما اجي امسك دي همسك زي دي، ليه الاثنين زي بعض؟ صحيح. ما ينفعش والاثنين مثلا لونهم ابيض، مش هاجي اقول لا دي بيضه ودي رمادي، والاثنين نفس الوزن، ده مهم. وانا بالظبط، وانا شايفهم يعني انا عيني اهي. ايوه. وزي ما انا شايفهم انت شايفهم وفلان شايفهم وعلان شايفهم. فاشمعنى هقول على دي بيضه وهقول على دي رمادي؟ ليه؟ والمفروض ان احنا بيتبع لنا ان هو حيادي مثلا، او ان هو ما بيفرقش بين الوان التيشيرتات، او ان هو راجل بروفيشنال بيلغي انتمائه على الهوى. طيب انا لما اجي اقارن الموقفين واحطهم جنب بعض، وده اللي بيعمله الجمهور، السوشيال ميديا ما بترحمش، ما بتنساش، كل حاجه مسجله، كلنا بنغلط. يعني مفيش حد ما بيغلطش، ما حدش ما عندوش غلطات. بس المفروض طالما الموقف شبه الموقف يبقى الراي هنا هو الراي هنا.